النقطه الثانيه، واش كاينه حكمه ماليه؟ بالطبع كاينه حكمه ماليه، فكاينه لجنه وطنيه للتنميه الرقميه اللي تيتراسها السيد رئيس الحكومه وفيها اعضاء من القطاع العام، كاين السيدات والساده الوزراء، كاين ممثلين من القطاع العام، كاين ممثلين من القطاع الخاص، اللي غتنعقد بطريقه مستمره واللي غادي نتبعوا معاهم الصك ديال هذا. وكل شيء، كل واحد من المشاريع راه عنده يكون كاينه واحد اللجنه ديال التقييم واللجنه التتبع اللي فيها وزاره الاقتصاد والماليه، اللي فيها الاشخاص، اللي فيها الخبراء اللي متبعين من اجل هذا التقويم. واش اللغه العربيه تستوعب القمانه؟ انا اللغه العربيه لغه الام ديالي، واللغه ولا سمعتي وجميع التدخلات ديالي نهار دخلت الوزاره يمكن اكثر من 90% ولا 95% منهم باللغه العربيه. اللغه العربيه تستوعب القمانه وتستوعب الذكاء الاصطناعي وتستوعب بزاف. هذا استرئينا نستعمل الفرنسي لانه كانوا معنا مشاركين اجانب باش يفهم كل شيء، وكانت الترجمه نقدر ندير الكتابه نفس العرض بالعربيه باللغه العربيه. وفي نفس المراسله اللي قلت لك كانوا الاجانب يمكن الاداره المغربيه تستعمل اللغه الفرنسيه، اما اللغه العربيه تتستوعب احدث التكنولوجيات الرقميه يمكن نستافدوا منها. وانا اليوم تنجاوبكم على مدار من الاستراتيجيه بالدارجه بالعربيه.